بس جميل إنه يكون عندنا في بلدنا أيضا نوع من هالأشياء، الجمال وهالغنم وهالتربية جميلة يا أبو محمد. والله إيش تقول؟ إحنا في الماضي الخروف والماعز إذا قزمت لأنها دليل على عدم الرضاعة وعدم الإرضاع وعدم، وكانت في سعرها أقل من سعر الثانية. صحيح. واليوم يعني تغيرت النظرة وتغيرت الهواية ووجد، وندل هذا دل على الخير والنعمة اللي نعيشها. لو ما كنا في خير ونعمة ما عاشت هذه معنا، كان أول ما هذه يأكلها أدنى واحد منا. صحيح. فالحمد لله النعمة اللي حنا فيها والخير اللي حنا نعيشها الآن أنتج هذه الهواية وأنتج هذا الإبداع وأنتج هذه العقليات اللي ما هو في مجال واحد في الماعز، لأنما الماعز إيه هذه مزيونة كأنها ما أظن لها أكثر من 15 سنة اللي هو الماعز القزمي عندنا، ولا لا؟ انتشارها بدأت من عام 97 أنا مربي. شوف بروز العين لها 24 سنة عندي أنا مربي. تمام. بس انتشرت المفروض يكون ما لها 5 سنوات. يعني أنا أذكر يعني قبل يعني ما في مثل ما قلت 5 سنوات والعشر سنوات تقريبا كثرت مع في الأيادي ولا في تمام. عندنا تربية بعض الفصائل وبعض عندنا موجود هوايات، موجود ناس عندها نوادر موجودة في الجزيرة، ما هي من أغنام الجزيرة ولا هي من، ولكن حنا كذلك ونعم يا مرحبا. الموجود عندنا اليوم في 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 السوق أكثر من جمال الخيل معروفة كم لها من سنة، الجمال يعني كثير من حتى الماعز والضان في مسابقات، والدليل هذا دليل أن الدولة مهتمة بهالشيء.